هنا في عصر الكورونا في الفترة ديت من نص ثلاثة من نص مارس لحد النهاردة، العمار من الناس المثقفة جدا، نسبة الثقافة عالية فيها جدا، وإحنا عارفين خطورة الفيروس، وعلشان كده حتى وإحنا بنجمع المشمش عشان الناس هتتاكله إحنا بنلبس كمامات وبنحاول بقدر المستطاع نبعد ثمار المشمش عن التلوث، على إن دي فايدة لنا وفايدة لبلدنا، الناس ما تنضرش بسببنا، وفي نفس الوقت نقدر نسوق المحصول بتاعه. زي ما انتم شايفين كده أي واحد مزارع موجود عندنا هنا اللي هو بيتعامل مع الثمرة بيبقى لابس كمامة، معقم إيديه، هدومه كويسة، يعني يبعد عن التلوث على أساس إن احنا ما نضرش البلد. وفي نفس الوقت موضوع التجمعات ده خفينا منه كتير جدا، بنتعامل فردي أو ممكن على مسافات واسعة عشان إصابة بالفيروس. بالنسبة لشجرة المشمش، دي شجرة قديمة جلبت أيام محمد علي، وشجرة المشمش العمراوي بالذات ذات صفات خاصة عندون عن باقي الأصناف، وهذه الشجرة مسجلة في جزيرة النباتات وأسوان تحت عنوان الأشجار القديمة ذات الفائدة، هي شجرة المشمش. كان زمان لحد مثلا من 10 سنين جميع أبناء العمار بيعتمدوا على شجرة المشمش في الزواج والبناء، ولأنها كانت مصدر الرزق يكاد يكون الوحيد أو 90% من مصدر رزق القرية معتمد على شجرة المشمش، وعشان كده كانوا بيقولوا مشمش العمراوي بيسموه باسم قرية العمار، لأن هو كان موجود في قرية العمار بكميات كبيرة جدا. ولكن من 10 سنين بعد ارتفاع مستوى الماء الأرضي وحصل فيه تدهور في شجرة المشمش، فقل نسبة الإنتاج وقل نسبة الأشجار الموجودين في القرية، عشان كده بقى مصدر الرزق الرئيسي ما بقاش هو المشمش، الناس بدأت تشوف صنعة تانية تشتغل وظائف تانية على أساس إن إنتاج المشمش قل، وبالتالي ما بقوش يعتمدوا عليه اعتماد كامل، يعني حوالي 20% من المشمش هو اللي موجود في الوقت الحالي. إحنا عندنا أنواع المشمش اللي هو المشمش العمراوي دوت، معروف إن ده صنف قديم نسبة السكريات فيه عالية ونسبة الألياف فيه قليلة، وعشان كده ده بيتاكل طازج أو بيستعمل في صناعة المربات والشربات بنسبة عالية. لكن يوجد أصناف تانية في مصر اللي هو زي البيكو والكانينو، ودي بتجود في المناطق الصحراوية، ولكن هي أكثر استعمال اللي هو البيكو والكانينو دوت في الصناعة، يعني صناعة الشربات والمربى، ولكن قد يستعمل طازج بنسبة قليلة بالمقارنة بشجرة المشمش العمراوي. عندنا أسعار المشمش في العمار بتتفاوت ما بين 7 جنيه لحد 20 جنيه. إيه التفاوت الكبير دوت؟ حسب حجم ولون وطعم الثمرة وحسب الوقت اللي بتنجمع فيه، يعني في ثمار بتبقى مبشرة مبكرة يعني دي بتبقى غالية شوية، أصناف برضو متأخرة بيبقى غالية شوية لأن نسبة الثمار اللي هي موجودة قلت، وعشان كده بيبقى سعرها غالي شوية. أما في منتصف الموسم بتبقى المعروض كتير، وعشان كده بيبقى سعره متوسط أو يكاد يكون 10 جنيه كمتوسط. وأنصح بعدم ترك المشمش في التلاجة، لأني أنا عاوز ينضج في الثلج تحت درجة حرارة مش أقل من 25 درجة مئوية، في التلاجة درجة الحرارة بتوصل 5، وعشان كده ما بيحصلش فيه عملية نضج لثمار المشمش.